السلام عليكم طلاب صف رابع ماما، ان شاء الله يا رب تكونون بخير. اليوم ان شاء الله راح ناخذ درس جديد في القراءة، وهي محفوظة نرجسة. محفوظة نرجسة، المحفوظة تتكلم عن زهرة النرجس اللي واقفة امامها التلميذة او الفتاة. راح نبدأ بقراءة الكلمات وتوضيحها، ارجو الانتباه الى كيفية قراءتها وكتابتها. فتحت باب المدرسة فاستقبلتني نرجسة، وكان في استقبالها نبرة حزن يائسة. قلت لها صديقتي ماذا جرى يا ناعسة؟ قالت شهور عدة مرت جذوري يابسة، هيا تعال واسقني كي لا أظل يابسة. غلط. فتحت باب المدرسة فاستقبلتني نرجسة، وكان في استقبالها نبرة حزن يائسة. قلت لها صديقتي ماذا جرى يا ناعسة؟ قالت شهور عدة مرت جذوري يابسة، هيا تعال واسقني كي لا أظل عابسة. فتحت باب المدرسة فاستقبلتني نرجسة. القصيدة تتحدث عن العام الدراسي الجديد، كيف أنه أول ما تفتح المدرسة الأزهار والجدران المدرسة كلها تحتفل بحضور التلاميذ. فيتكلم يقول أنه فتحت باب المدرسة استقبلتني النرجسة، أو ورود النرجس اللي موجودة في المدرسة، وكانت في استقبالها إلي كانت في كلامها نبرة حزن وهي يائسة من الحياة. قلت فتكلمت مع النرجسة وقلت لها صديقتي ماذا جرى يا نعسانة؟ فأجابتني وقالت أنه مرت عدة شهور وجذور يابسة لم يسقها أحد، لأنه لا يوجد فيها أحد من التلاميذ. فتقول هيا تعال واسقني كي لا أظل عابسة، تعال اسقيني فحتى ما أظل عابسة وحيدة ولا يوجد أحد يسقيني الماء. ففتحت باب المدرسة فاستقبلتني نرجسة. كيف الشاعر من خلال هذه القصيدة يبين بأنه المدارس تفرح أو يكون بها حياة بوجود التلاميذ والمعلمين والإداريين. فإحنا مشتاقين لكم كثيرا يا صف الرابع، تملؤون المدرسة بضحكاتكم ولعبكم وتعلمكم الجميل اللي تستفادون منه بحياتكم. فهذه القصيدة تتحدث عن هذا الموضوع اللي وضحناه، كيف انه حتى الورود المدرسة مشتاقة لكم حبايبي، حتى ورود اللي موجودة في المدرسة تشتاق لي التلاميذ ولي جلساتهم ووجودهم في المدرسة. هذه القصيدة للشاعر محمد جبار حسن، للشاعر محمد جبار حسن. أرجو حفظ القصيدة مع كتابتها في الدفتر مرة واحدة، مع حفظ اسم الشاعر، مهم جدا مع حفظ اسم الشاعر.